السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ويا مرحبا يا جماعة. هاي حلقة فقط للتهور. أنا قررت أني أتهور وأفتح لكم أكثر من 250 لامة. شوفوا فوق على اليمين، زين؟ لا تسألوني ليش، لا تسألوني كيف، لا تسألوني حق شو، بس أبا أفتح صناديق لين أقول، بس لين أشفي غليلي. تهورت التهور هذا اللي راح اندم عليه، جدا راح اندم عليه، لكن راح يكون ممتع. طبعا ما اقدر اشتريهم مره واحده، بتم نشتريهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستمتع فيهم حبه حبه. لا ما لا ما خلكم معاي مركزين، كل شيء مره استمتع. طبعا هم اكثر من 250، ليش؟ ما في شيء يا مال قحط، نبى سيلفر ذهبي نبى، لأن هلا باللايت هلا، لأن هاي اللي يجمعون 500 يفتحون لنا صندوق جديد. أوب سيلفر، هلا بوي، شو فيك؟ بخبركم شوي، بخبركم. يا حبيبي خلنا نشوف شو بيعطينا هذا. أوكي لا رير، ما اتفقنا، نبغى شيء قوي، نينجا. ما اعرف ليش قلت نينجا، بس انه عجيب يعني، بس انا قلت يعني هيرو تعبان طلع اخر شيء. رير جان سلينجر، رير سنايبر، جان سلينجر عندي سنايبر، جان سلينجر. المشكلة هاي لازم سكيل 3 بوينت عشان امسحها، بتعرفون الخربطة اللي بتستوي بعدين، بياخذون المكان كله عندي في الشنطة ترى. انا اخبركم الحين، دق كليك بسرعة 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 بسرعة، بوقف على الشغلات النادرة بس. ما في شيء نادر، ما في أي شيء نادر. خلنا نشوف، ورانا 200 صندوق غير ترى. رير رير، شو تفتح لي؟ هلا بوي، قول هو ولد، قول ايوه هو ده الكلام، هو ده الكلام. ابيك سرفايفر، انا ابغى ليجندري، نشوف ابغى نشوف ليجندري ابجريد. ابيك اسولت سنايبر، ما ابغى، ابغى ابيك اسولت. زين يمين، زين يمدحونه صح؟ يمين كل اب كفول. هلا بوي، هلا بالليجندري، بعد ليجندري سيرفر. شكلنا بنلعب بس ليجندري اليوم، انا اقولكم اليوم لعبتنا على الليجندري، اليوم لعبتنا على الليجندري. اخذ صندوق عادي، ما نبغى صندوق عادي، ما نبغى قمة الاستمتاع، بس اقعد وكسر صناديق، ما تبي تسوي شيء. ايوه زين، طوف في الحلو، حلو لوتن مرتب. هذا ليجندري، هذا اثنين ليجندري يا حبيبي. بك ورانا در طويل، هوب عندنا واحد. اجمعهم ولا لا؟ لا ما باخذ الحين، بجمعهم 10 كونفيرم. خاربة من اولها، خاربة خاربة، انا اقولكم ما في واحد ثانيين. مشي حاله خلاص، الحين غير الجندري مو طالع. لا اخذنا نينجا من ساعة، ما نبغى نينجا. هلا بوي، ابك سيلينج، ابجريد، ابك سولجر كونستراكتر. زين بنا، زين بلازما سبيشالست، الكترو بولس، نبا الكترو، نبا كهرباء العالم. هلا بوي، اللي بعده
عادي ما تطور يعني. بس تخيل هذه عقلنا ليجندري اوف. بعد بس اثنين ليجندري ولا ليجندري؟ انا جربت على باتش قبل كان مشروع ناجح. انا هو اصلا يعني اكثر من 260 صندوق. انا اخبركم الحين ستة غير سيلفر ذهبي افا. الحين ما تشوفهم هاي، انا ما تشوفهم خلاص ما نشوفهم. ليجندري شو هذا؟ تراب. ابك ابك سوري مش ليجندري. اللي بعده دقه بالجيتار مالك لعنه لعن. شو هالجري هاد تعبان ها مال. اوه ليجندري سبايك حبيب. اخاف يبالهم ماتيريال. انا اعرف عظم يبالهم تلت كمان نقدر نستعملهم ترى. بس بنبطل التلت عادي مو مشكلة. التلت مش خبية. نبى ذهبي هاي الماء. خلاص خلاص ما وقف على هاي. عيب عيب عيب. 250 صندوق وقف على هاي ما طالعهم. يلا بسم الله افا. شوف طحنا كم ذهبي الحين؟ واحد ولا اثنين؟ هذا ابجريد ريرا اي شيء كله عادي يمشي. نبغى نمسحها اصلا من الحين اذا يستوي. ابك سرفايفر ابك سرفايفر هاي اللي بينفعونا ترى وايد بينفعونا. يلا سير في سير في سير في. يوه حبيبي 66 ايتم 10 غير. نعم مستعدين للاستمتاع ولا مش مستعدين؟ هد الموس. انا قلت الحين مسكت الموس قو قلت يطلع لنا اللي بعد الذهبي. ها شو سرفايفر ابك دي. يلا ذهبي واحد اثنين ثلاثة افا. ما قمت اطالع بعد ذهبي خلاص ما طالع حتى. ها ريت مو بطالع حتى اي شيء. ابا شو اسمه ابك نينجا ابك اوتراندر نينجا خذنا صح؟ نينجا خذنا. شوك سبيشاليست سترايكر كهرباء قلنا. هذا شوك كهرباء. اي شيء في كهرباء بناخذه خلاص. اتمنى ما يكون غلط ومحتاج انوع بعدين اتوهق ويجيب الكارثة والمطمة. ايوه افا انا قلت ذهبي الحين بس ذهبي هذا هو. عمي عزر اروح بيت قلنا رير يعني ما نبرر تقولوا بس دعوا ياي. ابيك ريد سرفايفر ابيك سكيماتيك نبغى ابيك سكيماتيك. يا حبيبي هات بتواير يكت واير عليهم فنون. ها ما نبغى نشوفه خلاص. طاف طاف سكب سكب جدا من الفيديو. يذكرني في ايام الفيديوهات القديمه جي بي سي هاي. كان نعق فيديو يلا جولد عطنا جولد يا اخي ونسنا. بعدين عطني هذا سرفايفر جريليش ما بغيته. ها شو ابك تراب نايس. شو شو اتريا ما قاعد اتريا انت تخليني اتريا. لو في فص سكب بدل شريط الفيديو القديم هذا نينجا كل مره واحد هذا مره واحد هذا مره واحد. يلا دي على اكس اضطر على طول ما لحق يتحول حتى. اوه ليجندري سرفايفر كان كانت حركه وايد سريعه. انه الحلم ارسل كلمه حلم على قناه خليل فتحصل على 250 لاما في فورتنايت وتحصل على الذهبي الان. لا لا ما تحصل عليه يا اخي. شجع على شجع شجع وياي شوف دعاويكم كثير. شوف ريل كونستراكتر ريل كونستراكتر انا رير يعني ما ماش نايس نايس ولا ليجندري على كريم 3 يا حبيبي 250 بزيد عليه نايل. احسن حسب الاصليه بس 250 المفروض يكفون بالضبط بس هاي اللي يزيدون بنحسب كم واحد خليهم اخر شيء.
احسب المرة اخر شيء، ما في شيء. ذهبي؟ ما يعطينا ذهبي، نبغى ذهبي يطلع لنا ليجندري. لكن والله صدق ايام زمان كنا صغار، شريط قديم احيانا كان حتى فيلم حق شو اسمه بروسلي فيديو تيب الكبير بعد مش الصغير، كان شيء الصراحة ايامها كان اختراع عظيم. الحين وين 4K تخيلوا؟ بس نفس الحشو من سرعة نفس الشيء. برايكم الحين اللي كان اللي من هال اللي يعرف الجي في سي ولا هذا ربعه وشريط الفيديو تيب الأولي حافظين الشغلة، كان شيء جميل الصراحة. شو هذا الإبك؟ والله إبك لازم أهتم فيه. أسولت رايفل خذنا شوتجن عندي، تحيدون الشوتجن، بسطت فيه تبسيط الشوتجن. كوبر تروبر هذا شكله عجيب، أنا أمشي على شكل ترى الحين ما أعرف كل الأسلحة، على طول تهورت بعد. أيوة ذهبي. كلام كبير كلام كبير. الله يرحمك، قال لي جوفرت. ايوه نبغى شيء زين. وين ابك هيرو؟ حلو لجندري هيرو جميل. لجندري هذا شو اسمه المسدس الخايس عادي. سولت رايفل نبرة الشاشات قد ما نحصل، بس هذا رير خلاص تعبناه صح؟ قولوا لي لكم تعبتوا الرير عقب الفيديو ما عبتوا. خلاص نبرة ليجندري عجيب. وين صار ليجندري هيرو؟ هذا كوبر بوت ليجندري. بعد شو ليجندري عندنا شي ثاني ليجندري؟ لا اي شيء ثاني ما بطلع خلاص، بس طالع ليجندري استوى 4. خلهم يتجمعون لين اخر شيء مره، خلهم يتجمعون هناك عليهم هاي كلها شغله سلحة هناك. ابك والله طاح لي ابك سرفايفر هنا. ايوه هاي اللي يعطون، بس مشكلة هالصناديق ممكن يعطونك اي شيء، مو في شيء معين. اسود رايفل قلت لكم نبغى رايفل قد ما نحصل، بس ما منه فايدة اصلا اظني. يلا بيستل كله ما منه فايدة. حيل افك شو هذا سرفايفر الابق ولا هذا؟ اوكي هاي الابقريد كلنا هنا ابقريد. بس شو اظني شغل بطرة اوفر. الله هو يعتبر نوعا ما ميزانية، لكن أموره طيبة. خلنا نسير فيه. هلا بوي بالأبك. ما أدري أبك رشاش شفت أنا، بنشوف عقب. أوكي هذا بنشوف أبك. يلا ذهبي. المفروض كلهم ذهبيات خلاص. رير لا تكلمني، رير لا تكلمني، سيكون تفسركتر بعد. لا تكلمني يا ريال، حتى صورتك الشخصية مو بعد بتني صورة الهوية هاي بوك سرفايفر. صورتك الشخصية هاي حتى لا تراوني اياها دامك مش ليجندري. لا ابك زين يعني اذا مش ابك وفوق لا تكلمني، يعني كلم فنشينا اوريدي خلاص فنشناه، اعتبرونهم فاير. تعال على قول يا حبيبي. ايوه اي افا الرصاصي هذا مو مش مقتنع فيه انا، ليش يطلع لي اصلا؟ انا اخضر مرة ازرق مرة تحت لي رصاصي ابو جريد. اسولت رايفل بعدني.
عدني على الرشاش، أخذنا آخر والله أخذ هذا. شوفوا من كثرتهم الحين بيتكررون الإبكس كلهم، إبكس سرفايفر. سرفايفر سهيل، خمس خلهم أقوى، خلهم يتجمعون، استمتعوا. ليش ما تستمتعون؟ ما ادري ايش طاح سلاح ظني ابك. وين مستعير انا؟ ما اسوي لهم سالفه. شوف في بس طاف 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 طاف. الحلقه ما بتخلص اليوم ترى. اوب 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 ذهبي افا. هو اذا ضربه قوي من الوسط ما يتغير لونه. اعرفوا شغله انتم. اوه كم قطعه طاحت من الصندوق هذا. اوب 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 مليون قطعة يا سطيح. شو من صندوق هذا؟ ابيك هيرو. كل هذا طاح على ابيك هيرو. زعلتني صراحة. ما نبغى هاي الكلام. فك سرفايفر بعد حبيب. سيلفر بعد زين. سيلفر على الاقل جرانتي ابك اظني. الاخضر كلهم تشوفون هاي كلها الحين القاعد تراب هذا طاح لنا قبل. كلهم بنحيلهم للتقاعد ما نباهم. الاخضر هاي اي شيء اخضر ديسنشانت على طول على طول كسر. لا تسوي واحد اثنين ما بسوي ما بتفاهم معاه. استمتع. شو هالموضوع يسوى ما يسوى انا ما اعرف. لكن ها شو تراب نايس. تراب زنبا. تراب زنبا ابك. تراب سمالي تعباني لانه مشكلة ماتيريال لازم اصرع من عقب. اسب اسوي يوم. ابك سرفايفر هيرو. مش غلط ابدا. ايوة لا انا بل لجندري. كم لجندري بيطيح من هالكمية. خاطر في اللجندري. طاح لشي لجندري. بلا حبة لجندري. يا حبيبي سبعة خلهم مكانهم. شو لوكس ما شو عادي ما تغير لونه حتى. تقص على منو انت يا حبيبي. ايوة ولا شيء من فايدة. ذهبي افا. ذهبي عقل جندري. نبغى ذهبي. نبغى ذهبي. نبغى نتور على ذهبي. هاش طاح سرفايفر. لازم تكون سريعين ملاحظة معي لأن قاعد أطوف بشكل خرافي ترانا. مو مسوي لهم سالفة. هاشو سكيماتيك شيء يمسك فريد يعني. منظر ما في ما في ما في ما في أزرق كله. مشكلة مرة بسوي لهم ديسنشانت حتى ريتاير. هاي لازم افتح سكيل تري. هاي المشكلة. بس عادي مصر ان افتحها لسه نلعب اللعبة سبام نحن. فك اوتلاندر اخر مرة نينجا ظني خذنا. انفورسر قزري. خلنا ناخذ انفورسر. فك هيرو. اكسر. بعد ذهبي يا اخي احمد. ايوه هو ذا الكلام. تي هذا استمتع فيه شوي عاد. هذا ذهبي. سويت روت. وين سويت روت؟ كله اخضر. شو السويت روت في الموضوع؟ ابك سرفايفر. ايوه ليجندري يا حبيبي. ليجندري يطلب مني ابجريد بعد. سكيماتيك طبعا. ابى سلاح. ابى رشاش. ايوه هذا هو المطلوب. ابى امسك ايدي وانا سايق اسلحة كلها اتمشى بها لجندري. مش هذا لا باخذ هذا اليمين. يلا بسم الله يا حبيبي. اوب 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 اوب, أوب. لجندري تراب بعد. قلت لكم الذهبي يعني لجندري ما يتفاهم الذهبي. ذهبي لجندري. اما هاي المتعبانين تشانس تعبان ولا مش تشانس ذاك الزود. اهم شيء انه كل شوي يضربه بشيء غير.
بشوفه من الحين، تعال افك. احس اني ما بلفك خلاص، احس انه مو منه فايدة. ذهبي. اوه بو 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 بو. 1 2 3 سير فيه. حط اخر شي، حط لي رصاصي. الله يخزن. ايوه وين الليجندري؟ وين الليجندري؟ لا تكلمني حتى ابك، مو فايدة. صندوق ذهب ما تعلم الليجندري؟ ايوه هاك. اوه بو 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 بو. هلا بالسيف، هلا كله ليجندري سرفايفر. لا استوى عندنا 6 سرفايفر ليجندري. ايوه هاك. انا بس هاي اللي ياخذون مساحة وايد. تراب فيو كلام كبير، هذا كلام كبير. خلهم يتجمعوا، خلهم يتجمعون، خلهم يتجمعون، مو مشكلة. هذا التهور، هذا التهور بعينه اللي انا مسوينه الحين. ذهبي افا. هو يقول نايس الحين ومستانس وسلفر، بس عقب البطرة خلاص راحت. اي شيء اي شيء، ما طالع، ما طالع، ما طالع اي شيء، ما طالع خلاص، ما طالعكم خلاص، سيروا. ما بطالع حتى خلاص، عندي ليجندري ما طالع خلاص، ما طالع حتى، ما بطالع. انسى زمانك، انسى زمانك، ماشي شغل. شو على ايوه انا كسر. لا تقول لا عصا غريب ولا غيره. ابقى قاعد مستانس ازعق. اه ذاتس مي. على شو مستانس انت؟ جو من الوسط طرفت المرة عند السرج، قسمته نصين حسب السامان يطيح اسرع. عرفته شو مكتوب كرك هذا؟ لا لا كودياك. اوب حي السرفايفر ليجندري، ليجندري ليد سرفايفر ليجندري. ايوه نبا ليد، ما عندنا ليدرز، انا حاليا ما عندي ليدرز، نبا ليدرز الحين. ليدرز مطلوب بعد. 3 ليجندري سرفايفر صندوق واحد. لا حبيبي بطرت سرفايفرز خلاص، هاي كلهم فنشين من الحين، تدومي من الحين مفنشين هاي، ما في خلاص تفنيش يعني، ما ولا حتى يفكرون يشوفوني. يا عمي تقول له بقريد ازرق روح. رير بس والله صندوق فيه سامان صراحة وايد. ايوة افا انا تريا بقريد والله كل ما دقة. روح بس عجيب كل شوي يمسك شيء يكسر في صندوقه. اقول شوي يمسكنا كم ليجندري؟ والله حصلنا 3 سرفايفر صندوق واحد، هاي صندوق واحد يو ترى، وهاي ليد بعد نايس. فريق الكشافة في ليجندري غير؟ لا بس عوض عن كل صناديق. اتجمع اقول اتجمع، خلكم مجمعين. ذهبي كفو. يلا 1 2 في الوسط. هاك انا شوي عدل يعني. ليجندري شو طاح لي؟ سكيمتك يا مسك يا حبيبي، مسك سرفايفر. ما ادري ليش بس احس انه اعلى ليجندري يعني، ما احس هو اعلى اكيد. مسك قبل نحصل شغلات اقوى عن ليجندري خلاص. الحين بدت البطله يعني، حتى ليجندري بنتشاور عليه شكله. لا مو بتشاور على ليجندري، لا ما بتهور يعني لهالدرجه يعني. بس شو الشعور الجميل، واحد يبطل كل هالصناديق سرفايفر، بس جلسات بطل صناديق لاما يعني، شيء خرافي، احساس في الاروع. ايوه كفو على بقريت. بس لا لا الثلاثه سرفايفر الزايره كان في مضبوط صراحه يعني، جاي من الاخر اثنين لابك هني
يعني نقدر نسوي الحين أظني طاقم كامل أبك بسهولة بعد. طاقم يمكن طاقمين بعد يعني من بين مصدر الدروس. أظن وايد أبك سنجل. أبك وليجندري وليجندري ليدر بعد. دي هذا صادق طيح من الليجندري تتوقعون؟ خلينا نشوف زين عقلي يفك والله بس عقلي وايد من هاي. لا شوف عقلي 200 افك افك طاح لنا منه الليجندري يعني هذا ما نبغى. خلينا نشوف وين رايفل ابك شو طاح لنا الليجندري نحن هاي ابك هاي طاحت لنا متك خرب بيته بيرسونال ترينر مدربة شخصية بعد بس السي في الويف مال الصورة الصراحة ما بقول شيء ما اعرف حتى كم واحد من هذا عندي زين 10 غير يصير فيه بعدد عندنا درب حلو بداية تخيل حلو من اول 10 خلنا نستمتع فيها ديفندر شو مبريك دقن تحن لك 250 200 مليون صندوق حلو البوكس مال هذا شيء مضبوط بس هذا اذا برد يا سراح شيء مضبوط الصراحة أسلحة بنفطر الحين بس ما أعرف إذا عندي ماتيريال أسويهم ما أعرف إذا رم أستعملهم بس ما يضر أبدا ما يضر وين لو بقدر أزرعها بس أول صندوق ولا كيف ايوه ايوه شوف شو بيطحنا بك سيلفر اكثر كانت احنا بقريت صح سلاح وسرفايفر ما طحنا بعد بقريت سيلفر نايس ذهب يا حبيبي كلام جامد ده. يعني الحين في ليجندري في الدرب هذا يعني في ليجندري في الدرب ما انا باير خلاص ايوه لا ابك بدري شوت جان واحد عندنا شوت جانس نحن نسوي لهم شوت جانس حطيهم في البيس هاي شوت جانس زين اوه لا بعد ابك شوت ليجندري شوت جان على طول حبيب يعني هي ابك بتمسك شوت جان ليجندري تخيلون ما تستاهل الصراحه كان فاير طاحي شوفوا فيه منه فايدة كان فاير ممكن يحرقهم شوف شو بيسوي انا هذا القاعدة مالنا لازم اعادة التصميم كاملة ولا اعادة التصميم محترمة من الاخر ذهبي افا قلت يمكن بيطيح ذهبي هني اللعبة زين بيستل شوتجن بيستل سوينا ليجندري الحين بس يا جماعة سير آخر شيء أوف هذا شكله جامد شكله ملعون ودين طاحنا ليجندري شوتجن صرف هاي شكلها ميت وين ليجندري هذا؟ وهاي تو ليجندريز كفر دراجون فلاي شكله مضبوط والله شيء مرتب خلكم تجمعوا انا حاسب انها 250 خلص هني بعدين بنحسبكم ما في خلنا نخلص ال 250 بعدين بتفيق لكم هني اللعبة
ما تبي قريت تشوف استوديو الصوت الحين ولا قال وايد حصلنا قال بيدق كوت هذا شكله اكثر ما حصل ذهبي لا سيلفر زين حلو بالقدرة زين سير فيه سير فيه الحين بيطيح لنا فك شوي شوت كان حلو اي سلاح يفك ما يضر ترى ترى يطيحون الاسلحة بس الستات مالهم غير ما طاح منه شيء بس الستات مالهم يكون غير حد يكون كرت اكثر حد يكون ريلود اكثر حد يكون سبيد اكثر احنا لازم نلعبها عدل يعني يوم اني نرتب الاسلحة وبنمسح الزيادة وهالسوالف لازم ارتبها عدل ان شاء الله محترم يعني ذهبي كفو دي تيري اخضر ايه شغلات مرتبة هاي اوكي كونستراكتر كل كونستراكتر انا اختار ليش بس ما يفرق يعني دام انه مش بكو فوق ما يفرق ليجندري حلو هذا الهيلينج فاد سنايبر ليجندري يا حبيبي يا حبيبي على الليجندري اللي قاعد يطيح يا جماعة تريليون ليجندري يا جماعة يعني خلاص بنطر على اللعبة يعني والله تشوف ما يفرق مو نباك ما صار تقصوا علي افك ليجندري ليجندري احلى شيء انه يمكن ما نقدر تعملهم حتى ما خلنا نشوف في شيء ما في شيء اللي بعده ايوه هني نبدا نتكلم سيلفر ولا ذهبي ذهبي يمكن نتكلم الصراحة حتى سيلفر قمت تطوف خلاص نفسه موجود دوبلكيت عندي الحين قتل ردي واخر شيء كسرنا ردي ما كسرنا الابجريد بس طاح لنا كمية حلوة من الابجريد ترى تبعتكم متابعين عافية عليكم الصراحة مو بشوي ترى مئات الصناديق قاعد نفتح مئات الصناديق تعرفين مئات الصناديق هاي 200 وخردة يمكن تسكن 300 ما اعرف بس نقدر نختار نفس الشيء كذا انا مش وايد معني مسدسات افضل رشاش وسنايبر ولا حتى البازوكا عن البازوكا مشروع يعني حتى هبي كوفو طح ما طحنا من البازوكا الحين لا عندي بازوكا صح عندي بازوكا أبك من قبل هذا عن الليجندري من سكوب توير ابجريد بيستول هذا اللي طاح قبل ليجندري اظني كان ما كنت اذكره من كثر خلاص هذا ليجندري هلا بوي هلا بالسكمتك الليجندري هلا يغيرني بعد لا ماتيريال ارت بيرسونال ترينر انه هاي تذكرونه وي سي بي الخايس وي سي بي هذاك المعفوس هاي العاديات ما فيها شيء مو نبغاها بتشوفون الحين بعد تقاعد الجملة صبر انتم تقولوا هذا ناوي رمانية أنا خلوها يا قلي ليجندري الحين تشوف أنا طوف طوف أشكركم الصراحة عشرة اللي بعدها جاي ذهبي لا بس زين سيلفر بداية خير
شو هاي سرفايفر؟ أكثر شيء يطيحني سرفايفر ذا حقنا ليجندري وهذا ومسك طاح النور وايد أمور. سير 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 كان فاير أبك كان طاح لنا بالواحد ولا شيء ما أعرف الفايت كان منا بس أوكي يعني مو مشكلة بنتحمل شوي. أيوة نايس ها صدق نايس هي. لا بقدر كله نايس كله مو نايس أنا براي في المان أنا أفضل لونج رينج الصراحة خاصة الرصاص اللي سوي كله حق لونج رينج أنا ديفندر زينين حق النفس عندي واحد وستين بيرين حاطه معنا الحين بغيره بجندري خلاص وستين لو تذكرون انا لا ما شفتوا الحين بتشوفون ما شفتوا الحين سجل حلقه شوي قبل الوقت نكون خلال اسبوع مش دائما متوافر والشغلات تقول لكم اياها شوي بدري ابك سرفايفر كالعادة سرفايفرز ابك فول ليجندري كل شيء هو احسن شيء الاسلحة الصراحة اسلحة فيها واحد سلاح شو اسمه عز الصراحة مضبوط باك على طول باك كونفيرم يلا قلنا فك لا ايوه ذهبي لا بس سيلفر بعد زين وايد زين مو كسر لا افك شو هذا هيرو افك ديفندر حلو سنايبر بعد اوه ورا بعضها تعود على قالها ما يفيد معاه خلاص ما يفيد لازم سيلفر ذهبي لازم شيء ولا مو منه فايدة شوف حتى ما قبل اتكلم على كوتشي شوف خطاف ما اظن انكم تشوفون انتو تريو ليجندري صح؟ ايه الحين تريو متك ما تريو ليجندري متك شكله جامد ايوه سير فيه سير فيه قاعد اتريق قاعد اتريق انت شو قاعد اتريق يعني اتريق سبام كليك اهي ايوه هذا عندنا كم حبه منه الحين كلها قام يتكرر ترى على فكره بس هاي اصلا شغله واحد يسويها هاي مش تهور اللي بعده ما في شارككم فيها متهور تهور معاكم ما تهور قول أيوة ختامها مسك 1 2 3 هذا خلنا نشوفه أيوة هاي رولر أيوة كونستراكتر انا ما ادري ليش بس احس النينجا مو من فايدة ابك شمتك ليجندري يا حبيبي سيف سيف احلى من ذاك سكين صح؟ ذاك سكين مال ارنولد السيف هذا احلى هذا احلى احلى هيك احلى خلنا نطوف هاي ابك والله عقا ايوه تعودوا يعطونا بجريد الحين ما يوقفون عودناهم تي اشد شوي خلاص تعودوا على الشدة ابك ديفندر فيري نايس والله يعني راح يتغير اللعب كامل الحين بس بعد ترى هذا ما يعني ان اللعب استوى احسن يوم ايتمات افضل لا لان بعدها لازم نسوي ابجريد حق السكلات في تالنتري في شغلات في امور اظني ما نقدر نستعملها انا شفت التالنتري مريت على السكلات ذهبي
مريت على السكلات، في شغلات يبغالها نفتح عشان نقدر نستعملها، مش تعال واستعمل تعال وحط، لا يعني ممكن انت تشتري اللي تبغاه كل اللي تبغاه، بس يوم تجي لحظة الاستعمال بيفرق شوي، قد لا يمكن انك تستعمل كل شيء عندك، ولا حتى انه تسوي له ريتاير ولا اي شيء. ترى كل شنطة ولا كل شيء له سعة وكباسيتي معينة، ويوم انت تاخذ اكثر من اللي تقدر تشيله مترم تستعمل اللي ما تقدر تشيله، بس يتم موجود سيلفر. حلو بوي، هذا السيلفر طاح فيري نايس. ابك هذا يمكن احتمال عقلنا ليجندري، عقلنا نحن سيلفر نحن ليجندري. الله قمت اضيع بين الصناديق شوي شوي. طب وانا بقى باك 10 غير. روح 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 القلب عيدك، عقل اللي ببطنك كله طلع. فبما ندخل السكيل تري لازم في شغلات نفتح عشان نستعملها، فلا تقولون كل شيء موجود الحين تشوفون نستعملها خلال، لا لا يبغى له وقت. ايوه بعد بقريت مزطي ايوه ابيك شو سرفايفر هذا سيلفر. حلو نايس لوت، وبيني وبينكم عقب اللي حصل ما في شيء نايس خلاص، حتى هاي بس ها مال كليك سبون بس، لا اكثر ولا اقل بعد. ما نبغى غير، ما نبغى خلاص كليك اي شيء يصير. طب وين الماوس ما يدق كليك؟ هذا عندنا اوكي لحظة، هذا نبغى افك بروزر، خلينا نحط البروزر ثاني نفسه عندي، ما سوينا شيء جديد. بس لا وين الحين هاي كلهم افك بس وايد اخذها من ارجع تشوفهم 20 20 تدري، لان على حسب قوته يفرق كم مساحه عندك والانرجي مالك ياخذ، كل شيء له انرجي محدود، وانا عندي 250 انرجي اقدر استعملها، على هالحال ما اقدر استعمل وايد. بس انا ما شيكت التالنت تري اذا اقدر ازيد الانرجي مالي، ممكن يكون عندك اقوى شغلات في العالم بس ما تقدر تستعملها كلها مع بعض اذا ما عندك انرجي كفايه انك تستعملها. سيلفر حلو سيلفر، يلا روح روح روح. ليش ابو جريد رير خبروني اللي بعده؟ بس شو سر ديفندر سرفايفر سنايبر، وايد سنايبر عندي، وايد ديفندر سنايبر عندي، لا تخلص من بعضهم. انا ما يفرق يعني ما بنستعمل ولا واحد فيهم. بوك العشرة اللي بعدها، اهم شيء انكم مستمتعين بالمنظر، استمتع له اول ما لاخر. انا الحين بخلص من هاي وامسحهم بالجملة. نعم نعم شوفوا جماعة الخير، نبغى بقريت ايوه بعد، لا نبغى بقريت بعد عساس نتنقل. ابك ابك سرفايفر نايس. روح روح روح، بس هم انا 10 ليجندري 200 انرجي، انا احسب الانرجي الحين شو اقدر استعمل، مش كل شيء اقدر استعمله. بس انا بس بسوي اكتبيت حق الشغلات اللي ابغاها، بس هو انا عندي مشكله اني ما اقدر اسوي ديسنتانت او ريتاير حق منو حق السيلفر، فبتشوف وين في التالنت بعد ما قريت. عفا ابك سير
الجولد عادي. كتير هذا بعد ما في بكريت هكذا طوف خلاص. انت عارف ما من فايدة عشرة اللي بعدها. ايوة افا عيان خير قلبي يكون ذهبي. والله ذهبي ليجندري مضمون احسه والله. ترى بظني طاح لنا قبل بعد ليجندري يفك هذا عادي اسحب عليه. عشرة انرجي الازرق خيبة. ايوة ذهبي. لا ما في ذهبي. نشوف هالدور بنحصل ذهبي ولا ما نحصل على العشرة هاي. افك سيرفايفر يلا. اي وين الليجندري والهذا وال 250 من هاي اتمنى ناقم اي شيء بس خلصونا. نبسكب نبسكب العالم تبسكب. يوه ايوة كسر ذهبي ذهبي عطنا ذهبي. ما اعطاني ما اعطاني ذهبي. وابجريد ضرير بعد ما نستعمل 32 الحين ما حد خلاص خلاص في سرفايفر هاي دي. اي والله بليز بونت بليز جولد قول له نبى جولد لاما. ايوه احنا بنفتح هاي الملوكن شو كونفير على طول بطلها ما في واحد ثاني. اوف الجندري طلع لي من صندوق كترة. شفت اللي شفته انا مش لازم ذهبي حتى يعني ممكن يطلع الجندري من اي شيء بس اظني الذهبي مضمون. يمكن ابك ابك سرفايفر بعد قول ابك الحين الحين فوق بك بس طاح من واحد انا مش قدامه عادي ليجندري تو غريب غريب جدا. لا مش غريب كان تشانس حلو هو تشانس واحد من المية بس يوم تفتح 200 تجي تشانس ثلاثة من 200 فعندنا تشانس يعني لو في ثلاث صناديق يكون فيها نفس الشيء ليجندري. ايوه يا ليته كان ذهبي. وتشوف الليجندري يولع اللستة اليوم. اباكم تولعون الكومنت بعد تحت. هذا انا اسميه بعراب ستايل على فكرة. هذا بعراب مود صرنا. خلاص. يا حبيبي كسر 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 كسر. انا اشوف والله كومنتاتكم حتى انتو شو الالعاب ذهبي شو الالعاب اللي تبونها شو الالعاب اللي ما تبونها وتقولوا لي سيتي سكاي لاين حد يقول لي فورتنايت حد يقول لي جاي. صدمت اكثر من تعليق حد قال لي سيتي سكاي لاين اكثر لعبة مو شيء لا تبغيها حد عقبه قال لي لا اللعبة حلوة سوي سلسلة. احاول اوازن انا كل الالعاب اسوي الالعاب اللي العبها كلها لان انا العب اكثر من لعبه العاب اللي العبها كلها في سلسله يعني على الاقل تاخذ نبذه عن اللعبه. اذا ما بسوي اللعبه كامله بسوي منها 5 حلقات 3 حلقات 10 حلقات بوقف السلسله على الاقل تشوفونها نلحق نتطور فيها نلحق نسوي فيها نلحق نشوفها
وعرف انتو شو تحبون وكم شو تبون. بس هي المانجمنت جيمز موضوع ثاني ذهبي. ايوه هذا هو كلام. ايوه يعني خلنا نستمتع شوي. خلنا نستمتع. سرفايفر بك ليجندري مالي وينه؟ لا تطالع ليجندري مالي وينه. ايوه هذا هو الكلام. بعد في ليجندري غير كفو كفو. انا كمان بعد انا مو لانه يدني ساعتين اساسا نختار. انا ما بختار او بس اطوف. ايوه ابك سيرفايفر. في وايد مكررين وايد مكررين. اي اكسره اكسره. ايوه خلنا نشوف دامك في لين ذاك بنشوف. خلنا نشوف لك مالك بعدين. العشرة اللي بعدها ما في راحة. قربنا قرب النهاية. دي خلنا نطوف. اللي بعدها ذهبي. ايوه سرين جولد بيقول افا موغن غريبة. أبك ليجندري هذا مال ريبر كريم ريبر. هذا من شو مثك؟ هذا مثك دكتور انفنتر. والله اختيار صعب. خلنا ناخذ انفنتر مخترع. والله شكله مخترع الصراحة. لا هذا ضبطه. هذا مضبوط كان صراحة. ما طاح لنا ليجندري قام يطيح لنا الحين مسك. لو اقوى ليجندري من كثر ما فتحنا بنشوفه في الاسلحة يا الله. فمثل ما كنت اقول لكم نحاول نشوف شو الالعاب اللي نلعبها وننقلها لكم. بس هاي اللعبة ترى فورتنايت ادمان يا حبيبي الذهبي. خلنا نطوف الاخضر. اوكي نوصل الازرق ونوقف. هتشوف انتو شو الالعاب اللي تحبونها اكثر وراح يراويكم كولكشن العاب اللي انا العبه. هاردوير سيمتك. شو هاردوير؟ خلنا نشوف يعطينا. ها شيء صعب الواحد يختار على فكرة. دوم هامر ستومبر. والله دوم هامر اسم عجيب. دوم هامر دوم ليجندري سيرفايفر. اوكي فيري نايس. بس بتشوفون الحين مجموعة شغلات مثل سيتي 6 اكسل سيتي سكاي لاين. بس فورتنايت انا هاي اظن ادمنت عليها. طالب بس العب 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 فورتنايت. بس ابى العب فورتنايت. سويت كم من بث سويت دنيا. هذا شكله بتكون لسته مع سيتي سكاي لاين. خلاص سيتي سكاي لاين ودي اقول رجع سلسلة سكاي لاين ما انتهت. بس بتنزل بارك لايف. بنزل سلسلة جديدة على بارك لايف ليت ابوك سيرفايفر. نزل سلسلة على بارك لايف وبتكون اظنها مثل ما انتم تبون. اظنها مثل ما انتم تبون ان شاء الله افضل. عشرة الحين بدا العدد تنازل شوي. ما اعرف كم مدة الفيديو كم قاعد اسجل الحين. بس والله مش وقت هين. توقعت بياخذ وقت اخل وايد بس خذ وقت اكثر مني. فالحين بتنزل بارك لايف لازم نسوي منها سلسلة مرتبة يعني حلوة وتكون هايبرد. لان خريطة المدن الخضراء كانت وايد حلوة واربيانا
تعلمت عليها الموت، فالحين بجيب اللي هي اوتلاندر، بس انا هذا كونستراكتر. بجيب اللي هو مكس خريطة نفس تقريبا اللي هي المدن الخضراء على منو، على التطورات اللي استوت في اربيانا، اجيبها في السلسلة القديمة، يعني نطلع مكس لذيذ، لان بارك لايف تسمح لنا نسوي حدائق كنا نلعب بلانت كوستر، مش كنا بلانت كوستر يعني، بس انه شيء جبار يعني. هذا بيسوي فرق كبير، مش ابديت سيارات ولا باور ولا غيره ولا نظافة، لا هذا ابديت يعتبر كبير، لان تحكم بالحدائق ذهبي، لا نقدر نسوي حدائق وتورز، يعني مجموعة حدائق في المدينة نسويها ونجمعها. يلا يا ريت، بس فورتنايت يخرب بيته الصراحة، فورتنايت مش طبيعية. أحد يسار قبل، يلا أنا أشوفه أحلى من باتل رويال، أنا عندي هاي أحلى من باتل رويال، ممتعة جدا. كله موضوع علامة، ما أنا أبغى لبك، خلاص شبعنا شبعنا لوت، خلاص بدينا نشبع يعني. بس اللي تندري بسك ما أقول لك، بس اللي أنا أعرفها يعني توصل لمرحلة وايد صعبة اللعبة ترى، أنا هذا كله بعد لازم نسوي له أبجريدات كلهم حق أبجريد. أبجريد من البداية حلو ذهبي، لا سيلفر. ف مثل ما قلت لكم نسوي انتر كونكشن بين كل شيء، ابك حدايق ونسوي تورز، وايد شغلات وايد شغلات. فورسز ماشي، سبيشال فورسز ماشي، يلا اشكرك الصراحة، شكلك سبيشال فورسز مسدس ابك. لا والله قام يطيح لنا شيء محترم، هاي كلهم اخر شيء بيستوي لهم تصفية، بنسوي تصفية سريعة الحين بعد ما نفتح صناديق كلها، لون الفيديو طول شويتين بس بنسوي تصفية، خلي شغل واحد سيلفر نايس، نعم نوت تو شوبي، بنسوي تصفية سريعة بالجملة، بنشوف شو يصفالنا. هلا نشوف الخبصة اللي استوت هناك الحين، ما نعرف الخبصة اللي استوت، تحصل ليجندري، تحصل ما اعرف شو عندك بعد ما كان في ستاندرد، ومصيبة الصراحة. بس هو اهم شي استعمل لي هيرو ليجندري، هذا المسدس من فين حصله؟ كل شويتين حصله ابجريد، ما نبغى بقري درير، ما نبغى شو اسمه على طول مرة ليجندري بقري مسك افك سرفايفر حلو، لازم نفعل هاي مع الوقت. هلا بوي 1 2 3، بسم الله يصير فيه زين، خلنا نطوف هاي، ما نبغى رصاصي كله، وانا قد استوفق لي، بس شكله وايد سمر بيطلع من الصندوق. اوتوماتيك شادوغان بلو، هذا الكوين مال صناديق الأسلحة دبل 100 حلوين، 150 بعد أقل 200 مرة واحدة، تلكم وايد سامون بيطلع. ها شو يمين، يلا يمين يمين يمين، طلع اسكوتك مرة ثانية، يلا يمين، خلنا يمين سنايبر نايس، يوووو شغلة غص، بس نسكمتك خلاص يا حبيبي. هاي هاي 200، هو 500 بروحه، اوف 500 500 500 طاح لي. هاي كم صندوق يفتحها هناك؟ ها بروح يفتح مرتين بشوف هناك، اوكي
لا صار صندوق راهي هذا، صندوق عادي ابو اسكمتك هاي بس مش سيف. لا شو شي يعطونا هذا كليب ما اخذنا اخر مرة، بنعطيه حق السرفايفر اظن بيحتاج. اوه الليجندري تعال اوف صعب الاختيار. سنايبر عارف اللي اخترته اخر مرة، اختار الثاني. ايوه ابو هذا المرة وان شوت. زين حق الدب هذاك اظني بعد ليجندري. يا حبيبي سكيمتك ليجندري هيرو بعد اربع ليجندري في صندوق يا حبيبي. ابا هاردوير اوكي هاطر بعد ليجندري واحد. انا مسخت اربع في صندوق، اربع ليجندري، اربع ليجندري في صندوق. تعرفوا شو قمة البطلة، بس طاح لي ألف ما أدري كم طاح لي من هاي اللحظة. شوف 50 50 50 100 50 100 50. شوف كم وحدة طاحت من هاي، شو اسمها هاي بلوك باستر تيكت اللي هي كل 500 تاخذ لنا وحدة. يعني كنا عندنا ثنتين في ضربة وحدة، شي خطير هذا ترى. حبيب حبيب أبقريل رش بجريد، رش بجريد هني ما في تفاهم. ابك سرفايفر ابك ابجريد نبى سولجر ان شاء الله. سولجرز ويلد كات خذناه واحد اخر مرة. سيبر بريست جوني تعال يا جوني تعال يا هيرو تعال، ده رقم واحد اصلا. كل الصناديق هاي ما سوي لها حساب. ابك بعد طاح منها نايس، طاح منها الصناديق كثرة مرة ليجندري. لا اقول عنه كثرة يعني عادي اقول ليجندري اي وقت. هذا ازرق وعقلنا تكتات تكتات وبالهبل. ابك سكيمتك نفس المسدس هذاك مسدس اللعين. سيلفر نايس كله تشانس كله ابك. شو هذا ما لحقت اشوفه ليت ما دريت راب من كثر ما طوف السرعة ما لحقت اشوفه. اما طاح في شيء ثري ليفت يلا شوف شو بياكلنا صندوق هذا. ما عك شيء عقف ايوه هو ذا الكلام. اعطينا بجريدز ايوه سرفايفر هيرو اظني كان ما لحقت اشوفه والله. وين الحين هذه الابجريد اللي يرفع ضغط كل شوي بس تزيد لك يسار اي شيء. عشرة اوه اخر عشرة هاي افا بعدني مستمتع انا ترى ساعة بطل بعدني مستمتع. شعور جميل تقطيل بقريد نايس. حبيبي يمين اي شي يكون يمين يمين خلاص يبغى انا اسوي يمين يسار. اوكي هذا ابيك ابجريد يمكن شي ينفع بعد ابليد لان عندي وايد انا عايل اي شي في ليد زين ينفعنا حاليا. اظني احتاج ستة خمسة ما اعرف كم واحد بالضبط. اللي طاح ابيك توه كان طايح من الليجندري اخر عشرة. يلا قولنا كم ليجندري غير لا تقصرون يعني عيب. كيزي كام فاير ايوه اما من فايد
سوى ولا شيء. ايوه راح الطاير. الحين ما بدأنا بالعداء، بنبدأ بالعد بعد شوي. ايوه البقرين. ايوه روح فيه وهو يدور مره، ما سويت له سالفه. خليه يطيح لنا ازرق ولا شيء. ابك تايم ابو جريد اصلا كان بيوقفني يسار كونستراكتر بعد. ابك سرفايفر، ابك ديفندر، سنايبر. اي هذا سنايبر الشيء ده. بعد سرفايفر ليجندري او بس. هذا هات عجيب عجيب صراحة. يلا اخر حبة خليهم يعطونا ابجريد عادي. ابجريد ذهبي لازم خلاص. هاي ابجريد اوف قال فضيلي قال. يلا هايل 250 صندوق تبطل. والحين بنبدا نعد. هايل 260. ها اظني جرانتيد ابك. لازم يكون في ابك اظني. ابك سيماتيك ها يستوي له بقري ما ادري بس بنشوف. سيماتيك سرفايفر ابك اوكي والله فنان لو يستوي له بقري بعد هذا بس ما اعرف يستوي له بقريت ولا ما يستوي له. اوه ليجندري. خلى هذا ما اعرف شو الفرق بينهم. اه هيرو اوكي فيري نايس صاحي الليجندري هيرو. سوي له بقريت هذا احمر لاحمر فاقع شيء ما اعرف ولا لاخضر ولا حصل بقريت. وها شكله بس فنان حتى انا ما بقى مخمة اسمها مال رمل عرفتوها؟ بعضكم يعرف انا متأكد يعني. اوف ليجندري حلو حلو حلو. هني تشانس عالم هناك. ها هني تشانس جامد على ليجندري. تبك مسدس ما طحنا شيء مسخناها. بس هنا تشوف اظني ما فيها بقريت حق اللاما ليجندري. نايس نايس. شو الزحمة الحين في الانفنتوري. زحمة اليوم الزحمة يعني. تشوف هناك سامان بيطلع روحنا كثر السامان. ابك ابك عندي من هالكروس فور ليجندري انا حصلته. ايوه ايوه ابك واسفر ابك سرفايفر ما في ليجندري. طوف 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 طوف. ابك هيرو ليجندري نايس. يا كثر الجندر اللي عندي اللي ما اعرف اسوي فيه والله ما اعرف اسوي فيه. هاي الثان 260 الحين ياسي اخلصهم بعد الجندري. يا حبيبي بختار بعد هذا الشوزن. كفو شكله اضطر الشوزن هذا. زين كان طاحلنا الجندري هني ما اعرف سالفته. لحظة خلنا نشوفه. لا لا اوكي هذا هيرو بعد دبل ليجندري هيرو بعد 10 هاي 270. ما اعرف كم عندي من هالكوين صدقوا 270. ابك تو ليجندري طايح تو ليجندري طايح تو ورا ما في. يا حبيبي
لازم تكسير. الحين هذا العيد كفار شيء يسوونه يكسرون يحطون حلاوة داخل أصلا يعني. خلنا ناخذ هذا إبلن ملول إبلن. حد يعرف إبلن؟ بعد بك not bad بس على طول تحبك يعني. يلا ليجندري متعنا بالليجندري هيرو. هلا هلا بالاساسن اوه طحنا ليجندري موجود شكله بندمت انكسر ليجندري يوم كذا. أمة البطرة هاي بس لا شو الأيام الحين اضطر عنا ليجندري هذا هذا ابو ما برع الشوزن كل شوي يطيح ليجندري كل شوي. يو ما اعرف كم مدة الحلقة يا جماعة. ساعة بكمل 40 دقيقة شي اظني يعني. حلقة طويلة بعد ليجندري يا حبيبي بس عندي هالشوزن هذا طاح لنا ليجندري بس كل شوي عقل ليجندري هذا ها انت تقول هناك شوف هني كيف ليجندري بس هذا خلاص كم صندوق فتحنا اي شيء ما يفرق هات بس خلاص روح ابك ليجندري يا حبيبي عندي ليجندري عندي ليجندري ابك ازرق كل شيء الحين اظني ايوه ها شو كل شيء بيطيح لي شو ليتات عندي انا هاي ليجندري عندي انا بس احس عادي يعني ليت ليت ابك سرفايفر بعد ليجندري يا حبيبي ليجندري هني ببيته خلى هذا كل شيء ما اختاره انا كل ما يطلع لي هذا ما اختاره نايس ما اعرف كم مليون ليجندري طاحني هاي ال 200 و 68 واحد كسر ثمان صناديق بس يا حبيبي 268 ترى شو 268 268 تكلمون تو ماتش يعني مش شوي خلنا ناخذ هذا لو تسج عندنا يا ليجندري الهيرو هذا اللي عندنا يا ليجندري ترى انا بكنسل انا العادي خلاص ايوه ابيك نايس احب يخلونا نختار ليجندري بس هذا عندنا يا ليجندري هذا بعد عندنا يا ليجندري باقي أربعة هذا هذا خامس واحد وأربعة غير خامس هاي عندي اياها ليجندري هلا ابوي ايوه خيرونا هذا لان هذا موجود عندي ليجندري كفو بس اظني هذا بعد عندي ليجندري بشوف التكرار الحين هناك وشوف تكرار وايد مو بشوي بيكون اوفر بعد الحين هذا شوفوا نفس المسدس بس ما طاح لنا الجندري 268 سلامة انت اي شيء ما تفرق خلاص لازم اختار بعد كل شوي كونستراكتر هذا اللي صرت صندوق حظا نحيس الهيرو هذا حلو شوزن احنا يا شبه في زين طوف شو تقول اي شيء
يلا يا جماعة هذا أبك أبك. يلا يطيح لنا الليجندري من آخر صندوق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم سير فيه. خلنا نشوف هذا آخر صندوق يطيح لنا من الليجندري ولا ما يطيح. الليجندري كروس فو عندي يا بس طاح آخر صندوق طيح الليجندري والله وايد الليجندري بعد شوي. خلاص صفرت كل شيء انا والله بعد باقي لي 50 بس من هذا. خلاص خلص كل شيء السكوات هذا رجع. لحظة كنت مضطر شنو مهمة رد لي سامون خليه يولي. الحين مش وقته الحين وقت الارمر يا الطاير. اوف كله ديسيبل. شفت شو قلت لكم ليش ديسيبل؟ لان الشنطه تشوفوا 1200 و250 يعني عندنا المساحه ماكوله اكل الحين. خلاص بس خلنا نسوي بايس ريسايكل اي شيء جرين هني جري هاي بغض النظر ما نباهن. خلاص هاي ما نباهن. في شغلات لازم نفتح التلنتري. اليوم اقول لكم نفتح التلنتري لانه ما في مكان. هذا اللي كان بيستوي هذا استوى الحين. شوف عينكم ما نقدر نكنسل كل شيء للأسف. بس بنسوي مسح جماعي يعني خلاص إبادة بنسوي. هاي يعتبر إبادة إبادة جماعية هاي. بس ما لي حاجة فيهم خلاص لا أخضر ولا رصاص أصلا من البداية ما لي حاجة فيهم. بس أخضر ما لي حاجة فيهم بس زينة بيعطونا اكس بي وايد حق تطوير اسلحة. يعني سلاح اللي يمسكه بيكون مطور بيمدينا نطور السلاح. ما في شيء اسمه اخضر ما في باللستة خلاص يمسح من الوجود. كنا نستعمل سلاح اخضر تذكرون الرشاش العجيب ذا اول شيء اسمه فلا فلا فلو شو اسمه. الحين بينا بندر شوفوا كم مرة طاح لنا هذا الشوزن. عليه حذف الشوزن مش يعني يقهر مو داني مع ان استعماله حلو ترى على الشوزن يوم يطلق وايد اوكي. بس مشكلة الشورت رينج وايد خي. كم شوكة عندي كم شوكة هذا هني يسمونه ليبر وورك. هذا هني الكرف كله هني الكرف كله. لو في ايدي حتى الازرق بمسحها بس انا متاكد ما اقدر امسحها. يلا تعالوا ريسايكل حلو بيعطينا حديد بيعطينا مواد بيعطينا اكس بي. شوفوا كم ماتيريال بيعطينا الحين فارم مال سنة مش مال سنة يعني بس انه فارم محترم بيكون. كنا ترى وايد اخضر يعقلنا كل صندوق يعقلنا مليون اخضر 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 اخضر. هني كلك 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 الجزء الممتع راحة. الحين استوى موضوع مع ان هناك كلك وهني كلك بس شوفوا هني الكلك يرقد هناك الكلك يجيب حماس واحد يعد كم يحصل. بس اباكم تشوفون بعد مرة واحدة كم ماتيريال بيطلع. بصير لهم الزومبي الحب في درعينهم قبل الأسلحة هاي إذا قدرت تستعملها يعني في درعينهم. زين حاطين لنا أوبشن إن نقدر نمسحها مرة واحدة. شوف كم سنايبر عندي أخضر شوفوا الأزرق هاي أروم مسحها. لا ما أروم كم فاير ريسايكل. شوفوا كم إكس بي بيعطيني ما اعطاني موت غريبة. نزل نزل المساحة حلوة استوت نزلت. بس يا ليتني ارمى مساحة هاي بس مرمى مساحة للأسف. بس ما عندي ولا شيء اخضر الحين. زين
ديفندرز نفس البروسس ديفندرز واجر سايكل اي شيء. شوفوا هاي لازم يكون جيتلين ترياسة بمسحها لانه ما فتحت استعمالها الحين. على فكرة لا تستعدوا شيء نفس هذا، انا مسوينا لانه فكرة خطرت عبالي اسوي فيديو فما اخذ هالكتر صناديق، بس هو ما له داعي ترى، يعني امور طيبة كانت ماشية قبل صناديق، بس ابى اسوي فيديو اتهور فيه شوي، نفتح مئات الصناديق، وخذ منه والله وقت صراحة، ما توقعت بياخذ هالكثر وقت، يعني وقت طيب، بس بطلنا هان، الحين قاعد اشيل الزيادة. اي شيء عادي ما نبغى نشيله خلاص. في شغلات انا في ناس وايد منهم كنت استعملهم اظني. كونفيرم ريتاير شوف كم اكس بي، يرو اكس بي 42000 1900، بس ما اظني عندي مجال حتى ولو. يا كم ليجندري، في ليجندري ارمو استعمله، ابي استعملها شوي لو بقريد الحين، اقول في صبر سوي لها بقريد محترم. ايوه تعالوا كلكم تقاعد 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 بكر، تقاعد صحي هاي زمان، بس هيروز مش وايد. ها ستاعش الف اكس بي، والله حلوين ستاعش الف، بس يبالي احصل النقطة اللي تخليني اقدر امسح هاي الازرق. خلاص مو نباه، ليش؟ لان انا يضايقني هاي علامة نيو، هاي يضايقني. شوفوا ما اقدر افتح لي الاوبشن بعدين في التلنت على اساس نفتك منها ونفتح مكان في الشنطة. طيب مكان في الشنطة، شوف كم ابك عندنا، شوف كم ابك انتو، بس شوف ما في كاتب الهبل. سيرفايفرز كم ليجندري، كم مثك، ثلاثة مثك، مليون ليجندري حياة، حتى الابك واحد تشاور عليهم، والله حتى الابك الواحد تشاور عليهم. يا الله هاي رحلة عذاب شوي ترى، الحين اذا ما سوينا هالشي عقب الدشينة قبل ما نعرف شو جديد عندنا، وهل هو ضروري؟ هي نبغى نعرف الجديد كل مرة، حتى لو هذا موجود عندنا نبغى نعرف الجديد كل مرة، شو جديد عندنا، شو نسوي نحن، شو هذا، شو ذاك، شو لنا، شو علينا، لازم نعرف. بس الغريب الأسلحة ما أعطتني ماتيريال، لأنه يوم كنت أخذهم من الجيم وأكسرهم كانوا يعطوني ماتيريال، بس مش كانهم بهاي الأهمية. آه هاي اللي بعد موجودين. إيه حبايبي أنتو عمركم خلص يعني، سوري تقاعد، كل أبوكم تقاعد، كل أبوكم تقاعد. قد ما نقدر نوفر مساحة حتى لو شوي، كل مساحة تفرق. شنطة 250 وكان عندي 1700 كان عندي، بس ها بعد اسمه فلترة، يعني حق عندي فلترة الحين لأن عندنا وايد، لازم نتخلص منهم. يلا تعالوا ما يستهزج مساحة شنطة، والله محتاج مساحة شنطة. توهقت شوي في المساحة، لولا المساحة كان كل شيء اوكي.
ساحة مصيبة. كم واحد يعني؟ خلاص احنا بنتنقى بعدين. نتنقى متابع بعدين. اوه وصلنا. نص الصفحة اخضر. رصاصي تحت. والله لو خلينا امسح الازرق. كان مسحت لكم تلات ارباع الموجود. كم بينزل؟ 250. اوه الديفندرز. هلا بس طيقة الخاطر هاي من العلامة نشيلها. ايوة ها ما قدر امسحها للأسف. الحين بقالنا شو؟ مكان السلاح. السلاح والله مدلعين فيه. المفروض نستعمل وايد منه. بس بعد السلاح الأقوى يبغى له ماتيريال أقوى ترى. يعني مش شوي. يبغى له ماتيريال أقوى. والله لو بيجي مسحتهم هالمكرات هاي كلها مستوى مساحة عندنا ترى. ترى فعليا في مساحة أظني حق كل شيء مفروض. بس شو ما نقدر نمسح. لازم في السكيل تري من التالنت نحطي هاك. ولا شو هالمكرر هاك اللي كنت خميته. كنت بخليه من كل نوعين. يمكن خليته ولا ما خليته من كل نوع حبة. حتى الابك. حتى الابك ما بخلي اللي ما له داعي. مش كل شيء بخليه. ما نحتاج نفس صراحة. صار انت مصنع ليش؟ شو الفايدة؟ ما منه فايدة. ما منه اي فايدة. زين الحين انا لان هالعلامة تضايقني فملعوزنكم معي. يو بس هاي اكثر 260 صندوق بلس كانوا. امر ومسحهم. اوكي بك. هذه كانت الحلقة هاي. بس العيون اللام. بس العيون اللام. سهرنا اليوم كله. مشكورين على متابعة الفيديو. اتمنى انكم استمتعتوا فيه. اتمنى انكم موجودين لهاللحظة صراحة. الفيديو انه فيديو اظن طويل ويكون. ثمس اب اذا عجبكم. انتم واحد من ربعكم يشوف كيف يبطل صناديق قولوا له بعطاب ستايل. بس طرشوا له الفيديو. طرشوا له. وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.